السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو انا عايز اتأكد ان الماوس مثلا ملامس مع الشخصية اللي موجودة ولا لأ. طيب ممكن اجي هنا في الايفنتس واقول له مثلا على العلامة دي، او ممكن نعملها بالسبيس، اي واحدة من الاتنين دول. طيب دلوقتي انا عايز اقول له ايه لو تاتش، لو الماوس ملامس معايا تمام. اوكي، حاجة اللي هي ايدج لو هو ملامس الحواف اللي بره. خلينا نبدأ بموضوع الماوس. طيب هدخلها ازاي؟ هقول له قاعدة اف مع الس، هاجي احطها هنا واقول له بقى لو حصل كذا اعمل حاجة معينة، لو ما حصلش اعمل حاجة تانية. طيب يعني ممكن نخليها ايه، لو فعلا الماوس ملامس الشخصية دي خليه يلف الناحية دي. طيب لو هو مش ملامس خليه يلف الناحية دي العكس. وممكن نضيف حاجة تانية برضو زي سي و سينك تمام. وممكن نضيف صوت مثلا، يعني صوت مياو، او ممكن نحط صوت تاني مثلا اي صوت تمام. طيب خلينا نحط هنا صوت ونمشي نحط صوت، لان ممكن نخليها تسجيل، يعني نسجل حاجة بصوتي ونقول له بازح بلاش عشان ما حدش يتزعل. طيب دلوقتي هقول له مثلا ايه، تعال ندوس كده على المسطرة، انا مش ملامس القطة ديت، فالمفروض هيلف ازاي 15 بالشكل بالناحية كده تمام. تمام انا هنا ملامسها هتلف كده طب لو انا مش ملامسها ودوست ثانيتين واخد بالك تمام، هو بيعمل ايه؟ بيبدأ يشوف هل هي من نفس الماوس. لو من نفس الماوس هينفذ الحاجات اللي موجودة هنا، اللي هو هيخليها تلف مع عقارب الساعة وتقول هلو كتابة وتعمل مياو. طيب لو انا مش ملامس هيبدأ يعمل الحاجات ديت، اللي هو زاوية 15 ويعمل سينك لمدة ثانيتين. خليها ثانية واحدة تمام. طيب تعال نشوف التانية اللي هي اللي هي بدل الماوس ايدج تمام. طيب هنا هل هو ملامس الايدج؟ لا، فهيبدا يمشي ايه عكس عقارب الساعه. طب لو هو ملامس الايدج بالشكل دوت هتلاقيه بيتحرك ايه ويعمل الصوت اللي هي الحل الاولاني. فاحنا كده شفنا ازاي نطلق ايفنت حدث، وازاي نعمل قاعده اف الس، وازاي نشوف موضوع التاتشنج. طيب خلينا نضيف اي حاجه تانية هنا ماشي. هقول له هنا ان انا عايز اضيف اي شكل، خلينا نشوف حيوان مثلا معين وليكن مثلا الدوج تمام. طيب الدوج اهوت والقطه بتاعتنا الحلوه دي هي تمام. هنا بقى هساله لو انت لمست الدوج اعمل الخطوات دي، لو مش لمست الدوج اعمل الخطوات دي. طيب خليني اقول له ان انت لو لمست الدوج اجري اجري بقى. ممكن ناخدها بايه؟ ممكن اقول له ان انا عايز ينقل راندوم بوزيشن تمام. عندي جو تو راندوم بوزيشن وفي جرايد. جرايد يعني هيتنقل بس هيوريني الحركه بتاعته تمام. طيب فاقول له جلايد واشيل العلامه ديت اللي هي بتاعت الديجري. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ دلوقتي هل هو ملامس الكلب؟ لا مش ملامس الكلب، فمش هيحقق دول، هيحقق الس، هيلف 15 ويعمل سينك وكذا تمام. طب لو هو ملامس الكلب بالشكل دوت هيعمل ايه؟ راندوم، هيروح لمكان عشوائي، هيروح لمكان عشوائي يحاول يبعد عن الكلب وبيوريني هو بيمشي ازاي اهو، لان قايل له جلايد فبيبدا يوريني هو بيروح فين. طيب لو جيت دوس مسار تاني هو مبقاش لمس الكلب، فبيعمل ايه؟ ما بيحققش اللي في قاعدة اف، بيحقق اللي في قاعدة الس. بدل ما اف الحاجات دي كلها لو هو لمس الكلب، طب لو مش لمس الكلب بيحقق دول. لحد ما في مرة مرات يلمس الكلب، لو لمس الكلب يبدا بقى يحقق التاني، اللي هو ايه؟ ان هو يهرب بحاجة عشوائي في مكان تاني راندوم بوزيشن. ممكن نقول له ماوس بوينتر، يعني ايه؟ يعني اول ما ندوس مسطرة لو هو ملمس الكلب يشوف الماوس فين ويروح عند الماوس بالشكل ده.